التهاب الرئة هو حالة طبية شائعة تحدث نتيجة عدوى تصيب الرئتين، مما يؤدي إلى التهاب الحويصلات الهوائية وامتلائها بالسوائل أو القيح، مما يجعل التنفس صعباً ويؤثر على قدرة الجسم في الحصول على الأكسجين الكافي. التهاب الرئة يمكن أن يكون خطيراً، خاصة إذا لم يعالج بشكل صحيح، أو إذا كان المصاب يعاني من عوامل خطر تزيد من حدة الحالة. يمكن أن يتراوح مدى خطورة الالتهاب الرئوي من درجة خفيفة إلى درجة شديدة الخطورة وتهدد الحياة، ويكون أكثر خطورة على الرضع والأطفال الصغار والأشخاص الأكبر من 65 سنة والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أو ضعف في جهاز المناعة. تتراوح علامات وأعراض الالتهاب الرئوي بين الخفيفة والشديدة، وذلك بناء على عوامل مثل نوع الجرثومة المسببة للعدوى والعمر والحالة الصحية العامة. عادة ما تتشابه العلامات والأعراض الخفيفة مع علامات وأعراض نزلة البرد أو الإنفلونزا، ولكنها تستمر لفترة أطول، وقد تتضمن علامات وأعراض الالتهاب الرئوي ما يلي: أولاً، ألم في الصدر عند التنفس أو السعال. ثانياً، التشوش الذهني أو التغييرات في الوعي العقلي في البالغين من عمر 65 وأكبر. ثالثاً، السعال والذي قد ينتج عنها البلغم. رابعاً، الحمى والتعرق والارتجاف. خامساً، درجة حرارة جسم أقل من الطبيعية في البالغين الأكبر من 65 عاماً والأشخاص ذوي الجهاز المناعي الضعيف. سادساً، غثيان أو قيء أو إسهال. سابعاً، ضيق التنفس والإرهاق. إذا لم يعالج التهاب الرئة بشكل صحيح، قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل فشل الجهاز التنفسي، تسمم الدم، أو تراكم السوائل في الرئتين. لذلك من المهم استشارة الطبيب فور ظهور أعراض مثل السعال المستمر، الحمى، وصعوبة التنفس للحصول على التشخيص والعلاج المناسبين. من الضروري أن يزور الأفراد الأكثر عرضة للخطر الطبيب عند ظهور أعراض التهاب الرئة. تشمل هذه الفئات البالغين الذين تجاوزت أعمارهم 65 عاماً، الأطفال دون سن العامين الذين يعانون من أعراض واضحة، والأشخاص المصابين بحالات صحية كامنة أو ضعف في الجهاز المناعي. كما يشمل ذلك أيضاً الأشخاص الذين يتلقون العلاج الكيميائي أو الذين يتناولون أدوية تؤدي إلى كبح جهازهم المناعي. بالنسبة لبعض البالغين الأكبر سناً أو المصابين بأمراض مثل فشل القلب أو مشاكل الرئة المزمنة، قد يتطور الالتهاب الرئوي بسرعة إلى حالة تهدد الحياة، مما يستدعي التدخل الطبي الفوري. هناك العديد من الجراثيم يمكنها التسبب في الالتهاب الرئوي، وأكثرها شيوعاً البكتيريا والفيروسات الموجودة في الهواء الذي نتنفسه. عادة ما يمنع الجسم هذه الجراثيم من إصابة الرئتين بالعدوى، لكن تتمكن هذه الجراثيم في بعض الأحيان من هزيمة جهازك المناعي حتى إذا كنت تتمتع بصحة جيدة. لتشخيص الالتهاب الرئوي يوجه الطبيب إلى المريض أسئلة حول الأعراض التي تظهر عليه، ثم يجري فحص جسماني، وفي بعض الحالات قد يطلب الطبيب إجراء فحص التصوير بالأشعة السينية للصدر وفحوصات دم لتشخيص الالتهاب الرئوي. إذا كانت أعراض الالتهاب الرئوي حادة وصعبة لدى أشخاص مسنين أو لدى أشخاص يعانون من أمراض أخرى، فقد يتطلب ذلك إجراء مزيد من الفحوصات، ويزداد عدد الفحوصات الضرورية تبعاً لحالة الشخص المريض. في بعض الحالات يطلب الطبيب فحص بلغم من الرئتين كي يعرف ما إذا كان المرض قد نجم عن جرثومة ما، فمعرفة المسبب الحقيقي لمرض الالتهاب الرئوي تسهل مهمة تحديد نوعية العلاج الأفضل والأكثر فعالية.